السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح اتكلم معاكم عن هذه القطعه، خلينا نفتحها معاكم. ما فتحتها، اعرف الميزات حقتها بس الى الان ما استخدمتها، فراح اشرح لكم ميزات البدايه لان حساب سبوتيفاي يقدر يستخدم هذه القطعه. حنعلمكم ايش تسوي. فتحت يبش هذا السلك اللي يجي معاها وهذه القطعه. هذه يعلمك كيف تستخدمها وكيف تشغلها وتحمل البرنامج حقهم في الاب ستور ولا الاندرويد. طيب هذه القطعة كلها فيها شحن، لازم تشحنها باليو اس بي. فنركب القطعة من هنا، ركب في مدخل يو اس بي. مثل ما نشوف فيها لمبة هنا ولعت، لون اللمبة حين اخضر، ما ادري هل واضح عندكم ولا مو واضحة. طيب ايش ميزة القطعة؟ القطعة طبعا لازم يكون عندك حساب في السبوتيفاي في الجوال، ولازم يكون الحساب برضو برايم اللي هو مدفوع مش نسخة مجانية. فنفتح البرنامج اللي ما نشوف. هذا هو الميزة، شنو؟ انك تقدر تنزل البليليست حقتك، التحميلات اللي عندك هنا في القطعة دي، وتقدر تستخدمه بدون جوال. وبرضو كل مرة خلاص القطعة تسجل فيها بالبرنامج حقه هنا حسابك، وتختار بروفايل حقك. كل مرة القطعة تشبك على الواي فاي راح تحمل تلقائي البليليست حقينك. يعني مثلا انا الحين سويت لها سينج مزامنه ونزلت فيها الاغاني حقيني. بعد اسبوع او اسبوعين حملت اغاني في بليليست في الجوال، بعدها يوم يومين شبكت على الواي فاي راح تسوي سينج وتنزل اللي نزلتهم الجدد عليها على طول. تقدر تستخدمها اوف لاين يعني بدون انترنت، هذا الحلو فيها. فلازم نحمل برنامج القطعه اول شيء. قلت لك تشحنها في 60 دقيقه. نتحمل ذا البرنامج، هذا هو. فنفتح اب ستور. طيب هذا البرنامج حقها. نحمل البرنامج، بدا تحميله. طيب بعد ما نحمل البرنامج خلاص نشبك عليها. خلينا نشوف البرنامج خلينا يحمل. طبعا فيها بلوتوث يعني ما يحتاج تشبكها بال 3.0، تقدر تشبكها على جوالك بدون ما تدخل او شيء. تاخذها معاك في الجيم، تقدر تركبها في جيبك او اي مكان تشبكها وخلاص تشتغل معاك. طبعا البطاريه تقريبا توصل فوق اليوم، تشتغل معاك بالراحه. المكتوب اللي هنا تقول لك تشحنها 60 دقيقه بعدين تخليها في الشاحن وتسوي لها السيت اب. فانا اريد احطها في السيت اب، ما راح اشحنها 60 دقيقه. يقول لك هنا نفس الكلام اللي قال لنا هنا، يقول لهم اوكي تسوي لك حساب لهم لازم. فما راح اشبك على الفيسبوك، راح اسوي لنا حساب، اسوي الحساب وارجع معاكم. طيب كذا استوي الحساب، نضغط هنا. طيب ضغطنا البلس وحين قدامها قريبه يمنا راح اشبك عليها. اوكي طلعت هذه هي، نضغط اوكي راح اشغل الواي فاي. علشان الحين تبي تشبك على الواي فاي هي، راح اعطيها الجست. اوكي شبكت كذا. اوه في لها سوفت وير برضو، نضغط هنا نشوف. طيب من المشروع قاعد ينزل لها السوفتوير جديد، فراح ارجع معاكم بعد ما يخلص السوفتوير. طبعا هذه الخطوه الحين قاعد يحمل السوفتوير، بعدين راح يثبت السوفتوير، بعدين راح يسوي لها اعاده تشغيل. طيب كذا خلص التحميل، الحين راح يثبت السوفتوير مثل ما نشوف. طبعا مثل ما قالوا لازم تكون على الكهرب مشبوكه كذا قاعد تشحن، وتسوي السيت اب ذا كله، ما تقدر تسوي بدون ما تكون مشبوكه. خلاص الحين قاعد بس يسوي على التشغيل. مثل ما نشوف هنا ان هي كويسه لحق الجري، الهايكنج، ما ادري يوغا، البايسيكلز، ما ادري ايش اسم هذه الحركه برضو، سكينج. فالقطعه حلوه انك تستخدمها بدل ما تاخذ جوالك معك مثلا حتى الجيم ولا شيء. ذي كلها ما تبي تاخذ معك جوالك، تبي تسمع موسيقى وعندك بلوتوث سماعه، فتاخذ معك دي كويسه. او برضو حلوه للسياره، تقدر تركبها بالايو اكس في السياره، كل مره تشبك على الوايرلس يعني قريب البيت راح تنزل مقاطع الصوت حقينك على طول من سبوتيفاي. كذا ما يحتاج انك تشبك الجوال كل مرة على السيارة عشان تسمع الموسيقى. طيب الحين خلصنا واشتغلت، الحين نبي نشبك على سبوتيفاي. فتحط حسابك في سبوتيفاي من هنا عشان يشبك عليه. هنا الشروط والاشياء كلها خلاص. اوكي هنا راح يعلمونك كيف تستخدمهم. اضغط اوكي. هنا انواع الليد اللي تطلع لك تسوي الاشياء. تمام اوكي كذا خلاص هذه هي مشبوكه، يعتبر مشحون 50% مثل ما نشوف. نخش هنا البلس نشوف هذا البلاي ليست حقي اللي موجود في السبوتيفاي نفسه. فانا بحدد مثلا بلاي ليست ابغي، نحدد مثلا ابغي هذا البلاي ليست، اضغط عليه راح يحمل الحين تلغاي ينزلها عندي. نضغط هنا، هذا الحين قاعد يسوي مزامنه لكن ما معطيني المكان هو قاعد يسوي سين. لو ضغط هنا مثلا نشوف هنا الاعدادات الجهازي، هنا التور ترجع مره ثانيه تشوفه مثلا، يعلمك لو انك نسيت يعلمك من هنا. اوكي هنا مثل ما نشوف
قاعد يحمل الحين، حمل 9 أغاني من 803 معطينا 1%، فبدأ لين يخلصته كلهم. طبعا بعد ما يخلص خلاص قل إنه كذا اشتغلت صارت معك مزبوطة، نيجي هنا لحق الشبك ونكتشبك عليها في الديفايس حقك أو الجهاز. هذا احنا موجودين هنا، بس تجيب الجهاز حقك السماعة مثلا وتسويها لحق الشبك إنه تصير مستعدة لتشبك جهاز ثاني، وراح تطلع لك هنا اسم السماعة حقتك تشبك عليها، فإن خلاص تشتغل معك. بس يعني قطعة بسيطة ما فيها أي تعقيدات ما فيها أي شيء. هذه القطعة، طبعا القطعة تجي معك 3 ألوان، اللون اللي موجود عندي، ولون برضو ثاني لون أسود كامل، ولون ثاني أحمر. بس هذه الألوان الموجودة تقريبا. هذه اسم القطعة، موجودة في أمازون، رابط القطعة موجود تحت في الوصف. وبس في نهاية الفيديو تنسوا الاشتراك في القناة، إذا عجبتكم القطعة تسووا لي لايك، اشتركوا ونشروا المقطع، كلموا أصحابكم، سووا كل شيء بالعربي يعني، شجعوني، والسلام عليكم.